طب نعيده مرة أخيرة، نعيده مرة أخيرة برضو عشان حابب إن حضرتك تبقى سامع منه هو شخصيا، ولو في أي مشكلة أنا أقول لحضرتك هو قال إيه. طب نشوف الفيديو مرة أخيرة. عندي سؤال عن القيد، بس هو سؤال مزدوج لانه في جانب له علاقه بالزمالك وجانب اخر له علاقه باتحاد الكوره، فهاخد من الناحيه بتاعه اتحاد الكوره بما انه كان في مستجدات، وبعدين اجي لك شوقي. اتفضل يا عباس. اشتغاله ها، ايه اللي اشتغاله؟ موضوع القيد ده كله اشتغاله. يعني ايه؟ لعيبه الزمالك متأيده، واللي حصل ده كله من يوم 31 يناير اشتغال. اشرح. اشرح لك الموضوع. بص، احنا كنا قلنا ان القيد اتوقف، وبعدين رجعنا اتكلمنا لما سالتني، قلت لك اتحاد الكوره اصبح منقسم، ولكن اتحاد الكوره لما راجع نفسه كده وشاف الموضوع والزمالك تحرك وراح للفيفا، طلع فعلا انه الموضوع خدعه، وكل الموضوع ده على الكارنيهات بتاعت اللعيبه. اللعيبه مقيده رسميا. يعني يا دكتور ايهاب، زميلي كان احمد عبد الباسط هنا اتكلم وقال ببساطه الموضوع كان اشتغاله او خدعه من اتحاد الكوره، وانه كان الموضوع كله على الكارنيهات مش القيد زي ما نزل في البيان. فتعقيب حضرتك ايه على الموضوع ده؟ مع احترامي الكامل لكل كلام من العزيز والاستاذ احمد عبد الباسط، مفيش حاجه اسمها اشتغاله اطلاقا، واحنا زي ما قلت احنا من اول شغلنا بنشتغل بشفافيه. انا اولا في موضوع القيد، انا يعني مش هبقى مبسوط لما اوقف القيد للزمالك او للمصري او للاسماعيلي او للاهلي او، لكن انت تحسب لي ان انا كاول مره مجلس اداره بيحصل مدونيات موجوده على الانديه من 15 و20 سنه، كانش مجلس سابق بيتقرب منها. احنا لنا مديونيات على الانديه وصلت في حدود 170 مليون جنيه في وقت انت بتعاني فيه ماليا، فما يبقاش بالمعنى البسيط ابني عندي وانا مش عارف اجيبه. تمام. فانت امتى بتقطع الانديه؟ في فتره القيد. احنا بعتنا للانديه يا جماعه فتره القيد اللي جايه، في قبلها فتره القيد الصيفيه كان قلنا لازم كل الانديه تيجي تجدول المستحقات الماليه الخاصه بيها. الاهلي جه الاستاذ عمرو فاروق وقسط، عمل جدول المديونيات، وكل الانديه بلا استثناء بدات تعمل، ومنها نادي الزمالك اللي دفع مبلغ كشف ذلك التوقيت كان 5 مليون جنيه، وعمل شيكات بجدوله، ومنها شيكات. شيكات طبعا انت عارف ان نادي الزمالك كان محجوز على الارصده بتاعته في البنوك بسبب قضيه الاستاذ ممدوح عباس مظبوط مع المستشار مرتضى منصور، وبالتالي مظبوط لما رحنا نحصل هذه الفلوس ما لقيناش محجوز عليه، محجوز مظبوط عليه. ففترة القيد الشتوية قلنا يا جماعة مرة ثانية الأندية اللي لها جدولة تتفضل، مستحقاتنا فين؟ بدأت الأندية تجيب، كان النادي الإسماعيلي طبعا كان مجلس إدارته كان تم حله، فمع الوزير في ساعتها قال إحنا لنادي الإسماعيلي لغاية ما يجي له مجلس إدارة يسدد ما فيش مشكلة، هنسدد عنه. نادي كويس. الزمالك إحنا خطابات ونرم يا جماعة بعد إذنكم المديونيات بتاعتكم تجيبوها لنا إما بشيك مدفوع مقبول الدفع او كاش في مخاطبه رسميه ومحادثات تليفونيه بيننا وبين عدد من اعضاء الاداره ومنهم السيد امير مرتضى منصور من خلال استاذ خالد درندات. وبناء عليه المشكله اللي حصلت كلها احنا مش في صدام مع نادي الزمالك او مع اي نادي اخر، انا احنا زي ما بنقول كلنا في مركب واحد، وعاوزين الانديه كلها يكون فيها استقرار عشان يبقى في استقرار يعود على المنتخبات المصريه فيما بعد. انا مش في صدام مع نادي الزمالك او مع نادي الاهلي او مع اي نادي اخر او المصري او الاسماعيلي او خلافه، لكن ما فيش حاجه اسمها ان دي كلها كانت اشتغاله. لما هو جه دكتور ايهاب، هو هنا احمد عبد الباسط بيتكلم على انه السيستم كان مفتوح بالفعل لنادي الزمالك وتم تأييد اللعيبه، الموضوع كله هو الكرنهات. ايه اللي خلانا لجأنا للاتحاد الدولي لو كان الموضوع كله كرنهات؟ تمام. وبعدين لما حصل اللي حصل وجينا قلنا بتروح للجنه التظلمات، ولجنه الانضباط هي اللي بتدي قرارها فيها في الموضوع، ما بين اما يكون في يعني قضيه ما بينك كاتحاد واي نادي اللي بيفصل فيها لجنه الانضباط ولجنه التظلمات. تمام. فلجنه كويس. الانضباط والتظلمات جابت كل الاوراق المتعلقه بالقيد من اول القضيه وايه اللي حصل، وهل قيد اللاعبين دلوقتي يبقى يجوز ولا ما يجوزش، وبناء عليه ادت قرارها بان قيد اللاعبين في ذلك التوقيت ما فيهوش اي مشكله. فاحنا خلاص طالما لجنه الانضباط اللي هي اصدرت القرار كان حكم محكمه على الاتحاد المصري وعلى نادي الزمالك نفذنا اللي قالته، لكن من البدايه ما كانش في حاجه اسمها اشتغاله اطلاقا اطلاقا، والا ما كناش خدنا الوقت ده كله او كان من حق نادي الزمالك اللي هو لعبته يعني غصب عن الاتحاد وعن اي حد. لكن انا باكد لك مره ثانيه احنا مش في صراع اطلاقا،
مع نادي الزمالك او مع اي نادي اخر، احنا بندعو لاستقرار كل الانديه، لان زي ما قلت لحضرتك احنا في الاخر بنشرف على المنتخبات اللي لعبتها من الانديه، وطالما في استقرار في الانديه هيبقى في استقرار في المنتخبات. فانا مره تانية عمرنا ما هنكون في خصام مع اي نادي من الانديه، لان احنا بنسعى الى مد جسور التعاون والعمل المنضبط مع كل الانديه خلال هذه الفتره، الفترات القادمه ان شاء الله.